أخبار اليوم. قوة ممكن مفيش قوة في العالم ممكن يعمل يعني يقف بين صداقة وتعاون بين روسيا ومصر. وأعتقد إنه كله لازم يبقى مبسوط يتم هذا التعاون دلوقتي على مستوى عالي. المنح الفترة الجاية فندم؟ المنح دراسية السنة دي روسيا قدمت لمصر 110 منحة دراسية، لكن اوريدي احنا خدنا كل خلصنا كل الاجراءات وخدنا كل الاوراق من طلب المصريين، لكن السنه اللي جايه ان شاء الله هنزود منح مصر.